والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مع الإعلام عماد زيد وبرنامج نافذ على الطب. جائحة كورونا التي تعصف بالعالم هي حالة وبائية خطيرة تفرض علينا، تفرض علينا الوقوف على مفرزاتها وتناول كل ما يتعلق بها من خلال هذه النافذة. نستضيف اليوم وبكل فخر الطبيب البارع ابن مخيم قلنديا، اختصاصي أمراض القلب والحائز على شهادة التميز كأفضل طبيب في أكبر وحدة علاج لمرضى كورونا في مستشفى تل هاشومير في الداخل المحتل. أهلا وسهلا بك دكتور الرائع، نريد منك أن تعطينا لمحة سريعة عن فيروس كورونا قبل البدء بالأسئلة، وعرف عن نفسك، تفضل. شكرا لك أخ عماد. أنا اسمي محمد مناصرة، أنا طبيب على برنامج اختصاص القلب، حاليا طبيب في وحدة معالجة الكورونا في مستشفى شيبة مستشفى تل هاشومير. فيروس كورونا هو فيروس مستجد، يعني كل يوم احنا بنتعلم منه، يعني ممكن الأبحاث اللي كانت قديمة ممكن تتغير، كل شيء ممكن يتغير. فيروس كورونا هو من الفيروسات التاجية، هو أحد يعني من الفيروسات اللي جزء من عائلة كبيرة من الفيروسات اللي هي اسمها كورونا. ليش تسمت كورونا؟ كنسبة للتاج، يعني بالمجهر الضوئي بنشوف الفيروس شكله كشكل التاج. نعم. فهذا الفيروس من ضمن الأولاد عمه زي ما نحكي، اللي هو سارس 1، اللي هو سيفير اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، اللي هو ظهر في سنه 2003. بعدها طلع في السعوديه سنه 2011 تقريبا، اللي هو الميرس ابن عمه. حاليا ظهر اللي هو سارس كوفيد 2، اللي هو سيفير اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، اللي هو ما بيعرف اليوم فيروس الكورونا. وفيروس ينتشر عن طريق الرذاذ، يعني عن طريق التكلم، عن طريق العطس، عن طريق السعال، وممكن عن طريق اللي هي ملامسه الاسطح. يعني حدا اجى لمس سطح، حدا عطس في ايده مثلا ولمس سطح معين، واجى شخص لمس السطح هذا ممكن انه، ولمس عينيه ممكن انه ينتقل الفيروس. موضوع انتقال الفيروس بالهواء هو مختلف عليه. انتقاله بالهواء يعني انه الجزيئات بعد ما الجزيئات تبقى في الهواء لمده معينه ولفتره معينه ولمسافه معينه. في دراسه طلعت انه وجدوا انه الرذاذ اللي بينتقل من الانسان ممكن يضل في الهواء لفتره معينه، وجدوا انه ممكن يضل لثلاث ساعات ولكن في مكان مغلق. اما نسبه انه ينتقل لمسافه طويله ولزمن طويل هذا حكي لسه. لانه في ناس بيحكوا دكتور انه ممكن انه الفيروس بتنتقل عن طريق الهواء، يعني من دوله لدوله، من مدينه لمدينه وهكذا. لا. لا لا، هذا الحكي مش مثبت علميا، لم يثبت علميا، لا يمكن انتقاله مسافه طويله ولا مده طويله. في بحث في الصين عملوا على حوالي 75,000 حاله، وجدوا انه استحاله انتقال الفيروس عن طريق الهواء. كيف ينتشر مرض فيروس كورونا بالهواء؟ ثم ما هي أعراض مرض كورونا؟ وكيف يعرف الشخص بأنه مصاب بهذا المرض وأنه مجرد انفلونزا شائعة؟ بنفس السياق، كيف يمكنني حماية نفسي ومنع انتشار المرض؟ تفضل دكتور. مرض كورونا إذا بنبلش فيها من فوق، أول شيء حرارة، واللي هي أكثر شيء شائع موجود، وجع راس، ممكن بعدين سيلان بالألم، شوية دوخة، ألم في الحلق، فقدان حاسة التذوق وحاسة الشم، ممكن ألم في الزور، نهجان، كحة بتكون غالبا ناشفة، ممكن وجع بطن، إسهال. تمام. كيف أقي نفسي وكيف أحمي حالي وأحمي عيلتي؟ أنا بقول دائما مثل الشغلات اللي هي كمامتك، حافظ على المسافة، يعني في بيننا مسافة 2 متر عشان هيك شرحين. حلو، ممتاز. ودائما عملية التعقيم، وبعدين كمامتك مش انا بدي كمامه تكون نازله عن وجهها وحاطها بجيبك، يعني المفروض انه الكمامه هي تحميك، خصوصا في الاماكن المغلقه. في الشارع يعني ممكن اذا انت ماشي فيش حواليك حدا ممكن انك تشيل الكمامه، بس اذا في حواليك حدا وفي ناس كثير. قصدك مناطق مفتوحه عادي ممكن انك تشيلها. حلو. تمام، بس انه الافضل انه الكمامه نحافظ عليها تضلها موجوده، خصوصا في الاماكن المغلقه.
دكتور في البيوت لما يكون ناس الأسرة قاعدة مع بعضها تنصح أنت إنه يلبسوا الكمامات ولا لا؟ إذا كان في حد مصاب أو غير مصاب في البيت. طبعاً إذا فيش حدا مصاب الجواب لا. يعني إحنا ما بدنا نثقل على الناس. إذا ما في حدا مصاب الجواب لا أكيد. هلا إذا في حدا مصاب أكيد المصاب بده يكون محجور في غرفة لحاله. حكينا عن الحجر اللي سمعت دكتور. هلا الحجر بده يكون المصاب بده يحجر حاله لمدة 14 يوم. في دراسات حسب إنه ممكن حسب الفحص إنه ينعاد بالفحص يكون الفحص سلبي أو حسب اللي هي حسب ما اللي هي الأمريكان بيعملوه إنه المريض بيحجز نفسه لعشر أيام. إذا فيش عنده أعراض بدون استخدام اللي هو مضادات الحرارة زي الأكامول والأوبتالجين كمان ثلاث أيام ممكن إنه يطلع من الحجر. هلا كيف ممكن الواحد يزل حاله في البيت؟ هلا إذا كان عنده غرفة وحمام شيء مهم إذا كان عنده حمام قريب على الغرفة ممكن هو يستخدمه. هلا إذا ما فيش بده يضطر إنه يحكي مع الأهل مثلاً برا سلم تلفون إنه أنا هيني بدي أطلع. بطلع هو كمامته بدخل على الحمام بنظف كل شيء بعد ما يخلص بكلور وبرجع بطلع برجع غرف. وكذلك الأكل والشرب. الأكل يفضل إنه أشياء بلاستيك كل شيء بلاستيك حط أغراضه بكيس لحال إنه عشان ما يعرض حاله ويعرض. طب دكتور يعني بنفس السياق اللي نحكي فيه لو سمحت الأكل هل يكون هناك أكل مخصص للمريض مصاب بالكوليرا؟ هو الجواب بصراحه يفضل انه الانسان ياكل الاكل الصحي يعني السكريات النشويات هاي يفضل انه يبتعد عنها. يفضل ياكل الاكل اللي هو الغني بالزنك والحديد والاشياء المفيده للجسم. كيف يمكنك حمايه نفسك من الكورونا؟ والله اول شيء اعرف اللي بحكي. ثاني شيء في خطوات انت بتتخذها تستعمل أشياء طبيعية يعني مش لازم استعمل كمام استعمل كوب ويمشي شايف. أنا بالنسبة لي دخان بدخنش أرجيل فيش الأكسل والتوابع هذا كله أكبر ما استعمله شايف. بستعمل زنجبيل عسل قرنفل كمون إشي زي هيك كله ليمون. هذا كله مفيد يعني؟ طبعا مفيد حتى من الله. هل النساء الحوامل أكثر عرضة لفيروس كورونا؟ وهل سيؤذي الجنين؟ وما هو خطر إصابة الطفل بمرض كورونا؟ دكتور جاوبنا على سؤال النساء الحوامل وكمان سؤال هل تختلف أعراض الفيروس لدى الأطفال عن البالغين؟ أخ عماد أول شيء إصابة الحوامل نفس معدل إصابة المرأة غير حامل والوفاة نفس نسبة إصابة الوفاة للنساء الغير حوامل. لكن احنا نعرف ان المرأة الحامل هي مش لحالها يعني والجنين تبعها. لكن وجدوا بالأبحاث انه المرأة الحامل هي اكثر عرضة انها تدخل للمستشفى تمام. اذا الام تعبت الطفل اكيد بده يتعب. هل في انتقال الفيروس من الام للجنين وهل يحدث تشوهات؟ الجواب لا ما بنتقل للجنين وما بيعمل تشوهات. نفس الجسم ما بيعمل تشوهات لانه في عندنا اللي هي المشينة يعني تمنع هذا الشيء سبحان الله. لكن اذا الام تعبت الطفل بده يتعب. وفي الكورونا بعرض الام انه يعرضها لولادة مبكرة كان يعرضها للقيصرية. هلا الطفل انولد تمام. هل الطفل انه بيحموا الطفل بودوه على مكان عزل. هلا الطفل اذا انصاب وجدوا في الدراسات الحديثة إنه معدل إصابة الطفل إذا انصاب الطفل بتكون الأعراض عنده شبه مش موجودة أو بتكون اللي هي بنسميها بسيطة. ما هي احتمالات إصابتي بمرض كوفيد 19 وهل تختلف أعراض الفيروس لدى الأطفال عن البالغين دكتور؟ طيب احتمالية الإصابة فيش احتمالية رقم معين نقدر نحكي فيه قديش احتمالية نصف الإصابة. لكن احتمالية الإصابة هي تعتمد على أول شيء المسافة. قديش أنا مثلاً اللي بعطس مش زي اللي بكح مش زي اللي بحكي تمام. أنا حاط كمامة ولا مش حاط كمامة. يعني مثلاً أنا حاط كمامة المصاب حاط كمامة يعني نسبة الإصابة كانت تكون 5%. إذا المصاب مش حاط كمامة وأنا حاط كمامة الإصابة تكون 75%. بالضبط. فيفضل إنه دائماً حتى الإنسان اللي مش حامل للفيروس إنه
يلبس خمامة عشان ما يتعرض، تمام، عشان نقدر نحجر. كيف يمكنك حماية نفسك من الكورونا؟ لبس الكمامة، رغم انه يعني انا مش مصدق انه في كورونا في الموضوع جميعا، بس نلبس الكمامة والجلافز زي ما حكيت تفضلت. حتى جود وولاد ابني ما برضوا يطلعوا الا تلبس الكمامات، بحكوا لي البسي يا تيتا بلاش تسيب الكورونا وتعدينا. فالواحد يعني الوقاية خير من الف علاج. شكرا. العفو. شكرا. السلام عليكم. أخيك كيف حالك؟ تمام. ممكن اسألك سؤال؟ أكيد. كيف يمكنك حماية نفسك من مرض الكورونا؟ طبعا الوقاية هي من الدرجة الأولى، لازم نستخدم اللي هي الكمامة ونستخدم الجلافز، بس بحكم ان انا ما معي جلافز انا بستخدم المعقم الهايجيل، بستخدمه يعني كل تقريبا ما تقرع البشر او المس السيارة. كل احترام. الله يخليك. احترام لك. شكرا جزيلا. بالنسبة للأطفال، نسبة الأطفال المصابين من كل الكورونا 5.5% تقريبا اللي وجدوها تقريبا في الولايات المتحدة. عملوا دراسة على حوالي 7400 طفل، وجدوا انه حوالي 80% من ضمنهم بكون عندهم اعراض، اللي هي حوالي 15% بكون فيش عندهم اعراض، 42% بكون عندهم اعراض بسيطة، 39% بكون اعراض متوسطة، بما يشمل انه ما يكون عندهم نقص اكسجين. بظل تقريبا 2% هذول 2% بيضطروا انهم يحتاجوا يدخلوا العناية مكثفة، وتقريبا حوالي 7% بكون يحتاجوا جهاز تنفس. صحيح. الاعراض غالبا اكثر الاعراض اللي بنحكي عنها وجع راس وكحة، هاي اكثر الاعراض. في الاطفال اللي تحت سن سنة غالبا بكون عندهم خمول، رضاعته غالبا بتخف، حركته بتخف للطفل. كمان عملوا دراسة على اللي هي على حوالي 25 طفل تحت سن 3 أشهر، وجدوا إنه في حوالي 3 منهم من 25 كان عندهم شوية أعراض اللي هي بنسميها عنيفة شوي، وطفل للأسف كان إنه انحط على جهاز تنفس. فالحمد لله يعني في الأطفال فيروس كورونا مش كثير خطير على الأطفال، يعني راح تستغرب إنه الإنفلونزا هي أخطر على الأطفال من الكورونا. نعم. يعني ما يعني الطفل ما يكون مع مناعته اقل من الكبار. على السبب وجدوا انه في هناك عن المناعه دكتور، هل يعني مناعته بتكون اقل من مناعه الجارحين؟ السبب انه مناعه الطفل وجدوا انه في خلايا بسموها خلايا المونوسايت، هاي الخلايا اكثرها موجوده عند الاطفال، فممكن هذا السبب اللي هو بفسر انه الاطفال مش كثير بيصير عندهم مضاعفات كثير. دكتور، هل ينبغي ان اشعر بالقلق من هذا المرض؟ ومن هم الأشخاص الأكثر الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بهذا المرض؟ موضوع إني أشعر بالقلق، طبعاً عندما أشعر بالقلق لأنه في عندي مثلاً يعني بخوف هذا المرض قصدي. لا، الجواب قديش نسبة الوفاة، لما يجي نحكي عن نسبة الوفاة مقارنة بالإنفلونزا، لما يجي نقارن الفيروس بالإنفلونزا نحكي إنه اثنين ممكن يعملوا اصابات بسيطه ومتوسطه وصعبه، ممكن شيء بنسميه بوست انفلونزا سيندروم، يعني انه بكون اللي بيعمل اللي هو التهاب في غشاء القلب وممكن يعمل التهاب في غشاء الدماغ. لكن الفكره انه مثلا انه الانفلونزا بنيجي نقارنها نسبه الوفاه اللي هو الكيس فاتاليتي ريت، بنحكي عن 0.1 يعني 1/10 نسبه الوفاه. بالنسبه للكورونا بس هي نسبه وتناسب، لكن هاي النسبه مش حقيقيه، بنحكي عن 14 مليون لحد الان نسبه، والوفيات تقريبا 600,000، فنسبه الوفاه هي 2-3% بالكسفه التريك. موضوع مقلق للناس اللي حوالينا، اكيد كل انسان عنده اخ عنده مشاكل. ناس الخطر وين؟ الخطر لما يكون المصاب هو عنده مرض اللي هو امراض القلب، امراض الرئه، السكري، الضغط، امراض الدم، الاورام، الناس الكبار بالعمر لانه مناعتهم تكون للاسف قليله. تمام. بس هذا لا يعني انه الانسان العاديين او الشباب انه يستهتروا بالموضوع. لازم الكل هذا اللي بدي اياه، انه مش لازم يستهتروا بالموضوع، لانه كل انسان في عنده انسان عزيز عليه، سواء مريض قلب، مريض ضغط، مريض سكري، واحنا مجتمعنا يعني لا يخلو من امراض السكر والضغط اللي موجوده في المجتمع. اسال من ايش الناس، من ايش الكورونا بموتوا؟ دائما بقول الخوف
الخوف لما الانسان ينصاب بالكورونا، مش يعني ان انصبت بالكورونا يعني انك انه هذا شيء عيب. اصابه بالكورونا هو اصابه زي اصابه اي فيروس ثاني، تمام. فاهم شيء انه الانسان يحافظ على هدوءه، يتمر هاي مرحله الحجر او مرحله المرض بتمر، لكن ما يصير عنده مضاعفات خايف انه يموت. كورونا لا تعني الموت، نعم. هاي الناس لازم تعرف ان كورونا لا تعني الموت. بس بنفس الوقت لازم نحافظ على التباعد، لازم نلبس زي ما انا بحكي اللي زي انت تروح على تست السواكه، نعم. حزامك يعني كمان حلو، تمام. لازم تحافظ بينك وبين قدامك على مسافه. دكتور، هل يمكن ان تنتقل عدوى هذا المرض الى البشر عن طريق مصدر الحيواني؟ على انتقال الفيروس من مصدر انساني، لان نعرف انه الفيروس انتقل من عن طريق سلسله معينه، اما عن طريق وسيط من الخفافيش او شيء لحد الان مثبت عليه. نعم. لكن هل الانسان بنقل للحيوان؟ الجواب ببساطه في حكوا كثير انه في نمر في امريكا انه مصاب بالفيروس، بس هل كان ناقل؟ الجواب لا. في كمان حكوا عن كلبين بالصين وجدوا انه عندهم الفيروس. من البشر للحيوان؟ لا، وجدوا عندهم الفيروس، لكن هل انه هذول الحالتين ما بنقدر نعتمد عليهم في الطب، تمام. لحد الان ولا تم بلاغ حاله واحده على الحيوانات الاليفه الموجوده عندنا زي الكلب زي البس، تمام، انها تنقل الفيروس. لكن زي ما بنحكي هننقل على السطح، يعني اذا المصاب عنده كلب او عنده قطه حط ايده عليها او لمسها واجى شخص ثاني لمس الكلب راح ينقل الفيروس، نعم. هذا شيء وارد يعني. دكتور، انا اعتني بشخص مريض او مشتبه به او مؤكد باصابته بفيروس كورونا، ما الاحتياطات التي يجب علي ان افعلها؟ طب خلينا نجاوبك بطريقه اخرى. اول شيء نبلش من الشخص المصاب. دائما احنا بنحكي حوالين المصاب وبننسى المصاب نفسه، يعني هذا الشيء المهم لازم نحكي فيه. اول شيء المصاب مش لازم يخاف، هذا اهم شيء دائما بحكي فيه، لانه الخوف بيولد ستريس، بيولد ارتفاع في الهرمونات، وبالتالي ممكن انه المريض تصير عنده مضاعفات سواء نفسيه او انه مضاعفات عضويه نتيجه الستريس او القلق اللي هو فيه. طبعا انا شو المريض صار، سواء على مثلا واحد صار عنده اعراض كورونا، مش كل واحد عنده اعراض كورونا يعني انه عنده كورونا. طيب هلا اذا صار عنده اعراض شو اعمل؟ ما بروح على المستشفى، اعراض بسيطه، ثانيا صار عنده وجع راس، كحه، وجع زور، وما تعرضت لشخص معروف انه عنده كورونا، بحجر حالي. انا بحجر حالي، تمام، وببلش اخذ اللي هي اكامول، اشياء للحراره، فيتامينات، فيتامين سي وفيتامين دي عليهم دراسات كثير حلوه، الزنك نفس الشيء. وبعد ما واذا الاعراض راحت، تمام، بضل حاجر حالي 10 ايام تقريبا. اذا الاعراض استمرت وصار عندها بتصل على الطب الوقائي، بخبرهم انه عندي واحدين ثلاث، بيجوا بفحصهم. هذا ليش ما اروحش على المستشفى؟ لان المستشفى ممكن اعرضك ل إصابة من حدا ثاني، ممكن ما يكونش عندك كورونا، ممكن تعرض للإصابة من أي حدا ثاني. لبسي كم كورونا؟ كمامة. نعم. والبيولكتور. شكرا جزيلا لك. يلا. كيف يمكن تحنا لبسك من مرض الكورونا؟ أول شيء بس حط كمامتك، أزود شغلة هاي. أكثر شيء هذا، في أشياء ثانية؟ أزود أخرى، إلا ما يعني خلي مسافة بينك وبين أي شخص ما. خذ احترام، خذ احترام شكرا. هل المضادات الحيوية فعالة في الوقاية من هذا المرض اللي هو كوفيد 19 المرض الخطير وعلاجه، وهل هناك أدوية وقائية؟ سؤالنا الثاني، هل هناك دواء أو لقاح علاج لمرض كوفيد 19؟ طبعا جواب المضادات الحيوية، احنا نعرف ان المضادات الحيوية هي مضادات للبكتيريا وليس للفيروسات. تم استخدام في البداية اللي هو الأزيثروميسين ضد فيروس كورونا، لكن ما كثير ما جاب نتيجة. احنا بنستخدم المضادات الحيوية في حال صار في اصابة بكتيرية ثانية بعد ما المريض انصاب في الفيروس. لكن كل الادوية اللي انا راح احكيها لا يعني روح انا اروح على الصيدلية واشتريها، لانه كل دواء له عرض، كل دواء له اضرار، كل دواء يجب وصله من خلال طبيب، من خلال المستشفى. في نهاية هذا اللقاء اروح اشكر الدكتور محمد مناصة على هذا اللقاء الجميل والرائع وهذه المعلومات القيمة، وإلى اللقاء بإذن الله مع علم من أعلام فلسطين. إخواننا في فلسطين والوطن العربي، لا تنسوا الاشتراك بقناة الإعلام عماد زيد وتفعيل الجرس ووضع لايك، وإلى اللقاء.